السلام عليكم، انا مروان الحاجي، فهمتني، من ولايه سليانه بالتحديد منطقه الاخوات مع تبديل قعفور. المهنه بطال، فهمتني، استنينا برشا وعود من الثوره ما تحقق شيء، فهمتني، وعود كاذبه، خاطر لا تنميه لا معناتها لا تنميه لا خدم لا حد شيء، فهمتني، حتى الحظائر، فهمتني، قطاع الحظائر خدمونا بطلون، دوله فيها الله اعلم، فهمتني، مشاريع ويني خويا بلاد ما فيها حد شيء. انا نعاني، انتظرنا من الثورة برشا حاجات، فهمني، ما جاتنيش. حاصيل بلاد كهو بنو فيه كان السكة، فهمني، بقات ترا يمشي ويجي عليها، فهمني، ومشاريع ما فهمش في بالنا السكة ذي باش تجيب لنا برشا مشاريع وبرشا خدم، ما رينا منها شيء. وان شاء الله ان شاء الله يتبدلوا، ان شاء الله يخدمون ويطلعوا بالشباب، شباب مهمش بالرسمي، شباب ما عنده ما يعمل، قاعد كان في القهوة، فهمتني، الناس مستحقة بالرسمي. تونس ما عطتنا شيء، برجولي ما عطتنا شيء كشباب، معناتها زيد شجعتنا على الحرقه، شجعتنا على الكره البلاد اصلا، وشجعتنا على برشا حاجات.